سبحان من رفع السماء بلا عمد وصير الإنسان من طين ملبد وبنفخة فيه من روحه وبعقل حواه وعلم مسند وإذا الملائكة له سجدا إلا الرجيم لم يكن من السجد أيها المخلوق ما غرك بخالق في صورة سواك وعقل لتهتدي تركت الهدى واتبعت مبلسا فغواك بأمان وعمر مخلد اهبط إلى الأرض ولتكن بها شقيا وضيعا أو في سؤدد اهبط إلى الأرض ولتكن بها شقيا وضيعا أو في سؤدد إن تسمو بالروح ففي العليا تكن وإن تدنو بها ففي سافل مقعدي والعقل للنفس عن المهالك حابس وبالتفاهة النفس تلهو بالمفاسد لكن قومي كانوا في معزل عن الدنيا وللقريض في صدد وإذا الجهالة ضاربة أطنابها كأنها الأعصاب شدت إلى جسدي وإذا الرسول بالقرآن هادئا والناس بين مؤمن وملحد وذا بخير أمة أخرجت للناس تدعو بالهدى والرشد لكن جهالة اليوم غير التي كنا بها من بعيد الأمد اليوم نأتي بكل خسة من الأفعال نلصقها بمحمد اليوم نقتل بعضنا سفها لا غاية ترجى ولا خير من مقصد اليوم نفتح الدار طواعية لمن أراد على الإسلام أن يعتدي اليوم ندك الدور على من بها والناس بين شهيد ومشرد وإذا الدنيا لحالنا باكية ونحن بين شامت وأبلد يا أمة الإسلام من لي ناصر غير الإله ندعوه في كل تعبد سلام على الدور ومن بها من إله الكون الواحد الصمد.